تركز بقى معايا. لمسة شكر نفسكم انتوا هتبصوا على حاجة معينة، طبعا انا هشرحها، هتبصوا عليها وطبعا دي أحلى تجربة في الطلب، يعني مفيهاش أي شك ولا حاجة، هتبص على الطيور دي وتقول دي كام هتقراها. بس طبعا قبل ما ندخل للقصة دي لازم في الأول هتقول خطوات والتجربة بتتكلم عن إيه؟ شوية كلام نظري، لأن في نقطة يا جماعة مهمة جدا، العملي بتاعنا العمل بتاع السيرش في الآخر في شغل. يعني ايه في الاخر في شغل؟ طبعا بتعمل التجربه بتاعتك بتعملها عادي يعني لا الشغل مع التجربه. يعني انا بسالك مثلا على تجربه البلاد جروبس بتاعت الاسبوع اللي فات، بعد ما تخلص وتقول لي فصيل الدم كذا، بعد ما تخلص هقول لك تتبرع لمين؟ وتاخد من مين؟ طيب والار اتش؟ الكلام اللي اتقال قبل كده. طلعها بقى مره فاضيه، اللي مش عايز يطلع مش هتفرق. على الاقل الفكره اكتب نقط، يعني انا مش عايزك تكتب تفاصيل، هتفهم الاساس، تفهم مش كل كلمه هقعد اكتب وتفتكر هو اتقال ايه في السكشن، يعني ايه النقط اللي انا عايز اخرج بيها. اخرج بحاجه حلوه، حد سالني انا فاكر شويه كلام من الاثنين. بص بقى النهارده السكشن بتاعنا عباره عن تجربتين. التجربه الاولى العنوان اسمه اريثروسايت سيدمنتيشن ريت. طبعا الاريثروسايت بتساوي ريت بلس سيلز، بتعرف الدم الحمراء العادي. كلمه سيدمنتيشن معناها ترتيب، والريت معناها معدل. طب لو عايز انا اقول يعني العنوان بكلمه واحده، تعالوا بقى ناخده بالعربي كالفكره، سرعه الترتيب. والكلمه دي بتتقال على فكره في المعامل، في كل المعامل لو انت رحت اي معمل تحاليل مختبر البرج اي حاجه تقول انا عايز اعمل سرعه ترسيب. انتوا معايا؟ طيب الكلام ده بقى يا دكتور اساسا عباره عن يعني ايه فكره سرعه الترسيب؟ الاول هشرح الفكره وبعد كده هقول العلوم. بص يا جماعه ارسموا معايا الرسمه، هنجيب تيوب عاديه، تيوب عاديه هنملاها بالبلط. يعني ايه يا دكتور تيوب عاديه؟ تيوب متدربه كذا تدريب، وهتقول التدريب بتاعها حاملة التيوب دي كلها بالدم عادي. طب يا دكتور عندنا سؤال مهم، هو التيوب اللي انت هتملاها بالدم هي ايه؟ هي شكل التيوب دي يا جماعه، هي دي التيوب بتاعتنا. انتوا معايا؟ اقرب عشان الناس كلها تشوف. شايفين التيوب دي؟ ايوه. التيوب دي هي اللي المفروض املاها ببلاد، بس التيوب دي تتميز عن التيوب بتاعت البايو. عارفين اي انبوبه في الباي كيمستري فوق معمل الباي مش بيبقى صفر من تحت، لما الصفر من تحت والارقام بتطلع لفوق وتتدرج. الانبوبه دي تختلف في ايه؟ هو بقى معايا الاول مواصفات التيوب بتاعتي. يبقى اول حاجه هتكلم عن ايه؟ طب ايه السوفت وير؟ هنقولها، هنقول كل التفاصيل طبعا. هي اسم على اسم الراجل اللي اكتشفها. دلوقتي التيوب بتاعتنا هنكتب عليها مدرجه من الزيرو يا جماعه، من خلي بالكم بقى الزيرو من فوق، ودي مهمه جدا، يعني الزيرو بتاعتنا من فوق، ودي عكس اي تيوب تانيه. دي اول فرق في التيوب دي، هنتعرف على التيوب ومين اسمها. فرق تاني؟ في فرق تاني، هو اي تيوب في الدنيا بتقيس فوليوم ولا لا؟ ردوا عليا. اي تيوب مش هي بتقيس حاجه، بتقيس فوليوم لحاجه معينه. هنا المره دي انا مش بقيس الفوليوم بتاع البلط، لان انا عارف البلط اللي انا حاطه قد ايه. امال انت بتقيس ايه يا جماعه؟ ده ايه؟ سرعه. سرعه. نرجع لورا بقى ايام ثانوي، هي السرعه بتساوي ايه؟ ديستنس او تايم. تمام، مش هي مسافه وزمن. طب طالما التيوب دي هتقيس سرعه، يبقى هي بالتالي متدرجه ايه بقى؟ اكتبوا لي بالمسافه، ملي متر. مش هي سرعه؟ السرعه يا جماعه مسافه وزمن. انا ما بقيتش فوليوم، انتوا معايا ولا لا؟ يعني اوعى تقول لي لما نيجي نقرا تشوف في الاخر، اوعى تقول لي كذا ملي ليتر. انا ما بقيتش حد، انا بقيت ايه؟ مسافه. كده اي صوره؟ طيب يا دكتور في حاجه ثانيه، انت قلت حطيت بلط، اكتبوا لي النقطه الثالثه، كل ده هتشوف. الدم اللي انت حطيته احنا خايفين انه يتجلط. انتوا خدتوا اكيد في المحاضرات الكلوتينج، خدتوا الكلام ده بتاع الهيموسيز.
عايز امنع الدم ان هو يتجلط، عايز يبقى فلويد، احط عليه لا بص فين بقى معايا يضاف على البلط ماده اسمها انتي كواجولنت. اكتبوا ادي انتي يعني مضاد للكلوتينج. الانتي كواجولنت اللي انا حاطيه على الدم اسمه ايه بقى؟ تكتريت. يا ريت تتبروز وتتكتب بمنتهى الاهميه. يا جماعه احنا عايزين نعمل بروفه لفكره الامتحان. بصوا الحوار في الفسيولوجي هات وخد ازاي؟ يا ابني حاطط ايه على البلط؟ انا هرسلكم الطريق، انا الطالب وانا الاستاذ. هتحط ايه على البلط؟ هتقول له انتي كواجولنت. السؤال اللي بعده ايه هو؟ ستريت. السؤال المنطقي اللي انتوا بتسالوه هو الستريت هيعمل ايه اساسا؟ بالظبط زي ما سمعتكم ايه؟ واحده واحده. هو قوه الكالسيوم انه شايل كام تشارج؟ اثنين. تلاقي التكافؤ او داي بيرنج. اعمل ايه في الشحنات بتاعتك دي عشان اضعف الكالسيوم؟ خدها. ادوبها ولا لا؟ مش قصدي ادوبها على ادوبها، اشيلها ولا لا؟ اشيلها. فلازم اشيل الايونات دي، احط لي علامه اكس عليها. طب يا دكتور يعني ايه يشيل الايونات دي؟ عشان الكلام يبقى علمي صح، نعمل للكالسيوم دي ايونيزيشن. اكتبوا بقى كده يعني ايه دي ايونيزيشن؟ دي ايه؟ يعني ريموفال صح؟ شيلنا والايونيز مين؟ كالسيوم. شيلنا الايونيزد كالسيوم، انما الكالسيوم اللي عليه الشحنات البوزيتيف احنا شيلنا شحنات، قلنا له انت بقيت ضعيف يا كالسيوم. الاجابه كده لسه مش كامله. الناس اللي قاعده هتسال سؤال، طب هو الكالسيوم يعني لو الشحنات بتاعته موجوده كان اساسا بيعمل؟ ركزوا بقى معايا واكتبوا بقى معايا، اكتبوا رول اوف كالسيوم. انتوا فاهمين قصدي؟ احنا عايزين نمشي بالترتيب. امال الكالسيوم ده يا دكتور اساسا كان دوره ايه؟ فهم الجزء ده عشان السبوره مش كبيره قوي ونكمل عليه. بصوا بقى احنا هنعمله دلوقتي ازاي؟ بمنتهى البساطه عايزكم تعملوا لي المنظر ده. اعملوا لي سهل واكتبوا هنا كالسيوم وهتعرفوا ان انا قصدي عليه ايه. الكالسيوم كان بيشغل فاكتور يا جماعه في الدم، فاكتور 10. فاكرين فاكتور 10؟ كان بيخليه اكتيفيتد. فتعملوا لي كده علامه الاكس دي، انتوا عارفين من الارقام الاولانيه الاكس على جنب 10. مش مسموح لك في الامتحان تكتب 10 الارقام كانجليزي، هنكتب باللغه دي مش اكس. بصوا بقى اكس ايه؟ ايه ده رمز ليه؟ اكتف. برافو عليك. فاكتور 10 بقى اكتف. طب وايه يعني يا دكتور؟ فاكتور 10 ده يعني ايه علاقته بالكلوتيد؟ بصوا بقى صح، فاكتور 10 هعمل تاني على السهم. السهم ده معناه انه هيعمل ايه بقى؟ يحول ايه ايه؟ برو سرومبل بالظبط الى سرومبل. برافو عليك. والسرومبل يحول ايه ايه؟ الفايبرينوجين الى فايبر، والفايبر ده هو الشبكه اللي بتسد الرد. انت عايز هو؟ ما هو الكلام جاب بعض. انت ليه حاطط ستريت؟ عشان امنع الكالسيوم ان هو ايه؟ يشتغل. طب يا ابني لو الكالسيوم اشتغل ده يعمل ايه؟ ده يعمل القصه دي. مش كل ستريت بيحاول الكالسيوم لصوت؟ انا هعمل ده ديايزيشن للكالسيوم هو اوريدي ايرون. يا اما هديله الكترونز وفي حاجه لا هي مش فكره، لا مش فكره الكترونز انا ده قصدي. هي الفكره ان لو حطوا ستريت لقوا انه عنده القدره على الكريشن. كلمه كريشن على فكره النزع، ان هو بيشيل البوزيتيف تشارجز بتاعته. ما هي الامتحان عليه مش بوزيتيف. ازاي؟ هو الكالسيوم عليه بوزيتيف تشارجز. الكالسيوم عليه بوزيتيف. انا بص هو الستريت ده اساسا عليه ايه؟ عليه شكل. لو عليه نيجاتيف هيعمل دور مثلا مع الكالسيوم. اه هو عليه نيجاتيف صح؟ سؤال دماغهم صح، بيقول هو الستريت ازاي هيشيل ايونيزيشن بتاعت الكالسيوم؟ قلت له الستريت عليه اساسا نيجاتيف، والنيجاتيف يعمل ايه في البوزيتيف؟ يشيلها. شو الاتراكشن في ايز هو كده؟ نقط بقى يا دكتور نقطة مهمة، أنا قلت كام نقطة عشان ما تتوهش. واحد يلا قول معايا التيوب دي يختلف عن بقية التيوبز بإيه؟ معايا ولا لا؟ الزيرو من فوق تمام، وتتقاس بإيه؟ ملي ميلي هقول الكلام ده. والنقطة الثالثة ده اللي حاطين عليه أنتي كواجل واسمه ستريت وبيعمل إيه؟ طب إيه اللي عايز تقوله ده؟ هل في نسبة بين البلد والأنتي كواجل؟
طبعا. يعني ايه بقى؟ اكتب بقى النقطه الرابعه حته الريشيو. يعني ايه بقى الريشيو؟ انا لما اجي احضر يا جماعه ده واحط عليه انتي جوال لازم تقول لي نقطه مهمه، هحط دم قد ايه وانتي كوادرنت قد ايه؟ قالوا ان الريشيو بين الاثنين هنكتبوها 4 ل 1. الريشيو كام؟ 4 الى 1. ساعات الاساتذه عندنا يخلف عليه شويه، يقول لك قول لي الريشيو كام؟ هتقول لي طب ما دي حته للاسف بقى انت لازم تحفظها. في سؤال ثاني بقى اغلس تبقى نقطه 5. مش انا قلت بحط سكريبت 4 من انتي كوادرنت واحد، يعني انت يعني ايه هقولك ارقام؟ لو انا بحط نص ملي بلد، نص ايه؟ ملي بلد، احط اربع اضعافه 2 ملي انتي كوادرنت مثلا، ده اللي انا هعمله. انا سؤالي بقى مش دي، سؤالي لا ما هو ممكن تعمل دي او العكس مش هتفرق، يعني الاثنين لازم يكون ليش 4 ل 1. في بقى سؤال بقى نقطة مهمة يا جماعة، اصبروا ركز عليا وانا هرد عليكم عايزين. في نقطة مهمة تهمني دلوقتي، يا ترى الصوديوم نيتريت يا ترى تركيبه كام؟ اكتبوا بقى 3.8%. عايزكم تكتبوا دي، مكتوب عندكم ولا لا؟ دي مهمة جدا. ليه مهمة؟ يا ترى الصوديوم نيتريت اللي أنت حاطه تركيبه كام في المية؟ 3.8%. في أي صعوبة؟ طب احنا خلصنا كل الكلام على الحته دي، زميلكم هنا بيسال سؤال حلو. اسمه ايه؟ احمد اللي هو بيسال سؤال حلو في البدايه، قال لي طب هو الرسوم اللي انت بتتكلم عليها دي ليها اسم ولا ملهاش؟ ليها اسم، دي النقطه الثابته عندنا، شوف كل الكلام على اليوتيوب. وطبعا احنا لسه ما اتكلمناش ازاي هيتوصلوا، ده لسه هنقول طب ازاي الريد فيلز هتترسم، ده ليها ميكانيزم سهل. بصوا بقى اسم تيوب على اسم الراجل اللي اكتشفه. بامانه الراجل ده كان راجل انجليزي اسمه ويستر جرين. يا جماعه اكتبوا اسمه. نبتدي بقى في امتحان العملي. الامتحان العملي لازم زي ما قلنا في تجربه الاسبوع اللي فات، عاملين تجربه البلاد جروبس اسمها سلايد تيست او سلايد مثل. هيقول لك اسم التجربه دي. على فكره مش هتلخبطك طول السنه. هي تيوب الوحيده اللي في الثاني اللي في حاجه مش هتلخبطك، يعني هتشوفها في اخر السنه تقول دي بتاعه سرعه الترسيم. اسم اللي اكتشفها ويستر جرين، ركزوا بقى معايا، ويستر جرين تيوب. ساعات بقى يغلف عليه يقول لك طب واسم الطريقه دي؟ يعني التيوب اسمها ويستر جرين، طب الطريقه اسمها ويستر جرين مثل. انا اكتشفت التيوب على اسمي، شيء طبيعي لازم احط الطريقه على الاسم. في يا جماعه اي صعوبه لغايه دلوقتي؟ النقطه بقى اللي تهم كل الناس اللي قاعده دلوقتي، ازاي الريفرنس اساسا تترفض؟ السؤال ده لو انا سالته لاي طالب في اولى هيقول لي الجمله اللي انا عارفها، دكتور الريفرنس اقل عشان الدنسيتي اعلى فهتترفض لتحت، عشان الناس تقول الجمله دي ما دام اتقل هتنزل لتحت. لا، في ميكانيزم تاني بقى عايز كل اللي قاعدين يا ريت يطلع ورقه ولازم يرسمها. دي بقى مش فلسفه مني بقى. عايزكم تطلعوا ورقه ونرسم تترسم ليه؟ انا عايزك تتخيلها، دي مش موجوده في الكتاب. دي لقيناها طبعا في مراجع كتيره، عارفين في كتب فيها فسيولوجي يبقى في بريكنز عليها. لا ما قلتلوش هتشوفوا بقى النيجاتيف تشارجز. يا جماعه بريكنز ما تعرفش ولا في نيجاتيف. عارفين المعلومه دي ولا لا؟ بالظبط كده. انا عايز ارسمها، عايز اقول لك شكل الريد سيل بفايكنج كيم نفردها على الطابوره. كلامكم صح جدا، كلامكم صح، بس انا عايز اوري لك الفكره اللي انا عايز اقولها. يبقى ايه العنوان اللي انا هقوله دلوقتي بعد اليوتيوب؟ خلي بالكم تشوفوا ده في 6 نقط، انتوا معايا ولا لا؟ هنتكلم عن الميكانيزم بتاعنا، ازاي حصل سيجمنتيشن، ازاي الريد سيلز تترسم؟ هنرسمها ازاي؟ رسمه عبيطه قوي. ادي يا جماعه الريد سيلز عليها نيجاتيف تشارجز. نيجاتيف تشارجز بتاعتها كده. اهي ادي الريد سيلز. طبعا ليه يا دكتور عليها نيجاتيف تشارجز؟ حد عارف كده؟ عشان فوسفوليبيدز. فوسفوليبيدز نيجاتيف تشارجز. حلو، فوسفوليبيدز خلي بالكم، الفوسفوليبيدز بتبقى داخله يا جماعه في الممبرين
من جوه مش هو طبقه الممبرين مش بروتين غير فكره البروتين هو نيجاتيف من الاساس يعني هو دي بولارايز من الاساس علشان يوصل للفاير ميديكال اصلا مش اي حاجه عليها نيجاتيف انشارجز من الاساس من بره مش الاوت سيرفيس معنى كده ان الفاير ميديكال بتاعه انا اساسا دي بولارايز هو ريستنج ممبرين في اي حته بيبقى بره ايه؟ يعني انا بوزيتيف وجوه نيجاتيف لو انا نيجاتيف من الاساس هبقى انا الاكسايتابيلتي بتاعتي زي بقيه التيشو ولا اعلى شويه يا جماعه اعلى ودي النقطه اللي عايزكم تكتبوها الريد بلاد سيلز اكسايتد فكده اكسايتابيلتي ابيلتي تو ريسبوند تو اسيوز هي الحته دي بالنسبه لكم عشان انتوا طلبه ما شاء الله انتوا شاطرين جدا يعني ده تاني سيكشن بعده انتوا تختلفوا عن ناس كتير عندكم حته السرعه في التعامل فدي معلومه بينا وبين بعض بس انت كطالب في سنه اولى محدش يسالك عليها بصوا بقى قال لي نيجاتيف تشارجز مين اللي المفروض يجمعهم؟ حاجه شايله بوزيتيف تشارجز عارفين الموضوع بنشبهه بايه؟ بالظبط زي فكره الساندوتش طبقتين حاجتين وبينهم في اللاير اللي انت بتحطه زي ما كانوا يقولوا زمان في العربي شاطر ومشهور كلام الزباله بتاع زمان وبينهما مش عارف ايه هي الفكره ايه؟ طبقتين نيجاتيف يا جماعه ايوه هي كده طبقتين نيجاتيف زي الطوب وبينهم بوزيتيف السؤال مين البوزيتيف اللي بيلزق بلازما بروتينز بص انا بقى واحده واحده كلامك صح بلازما بروتينز يجي في الامتحان يسالك يا ابني بلازما بروتينز كام واحده؟ ثلاثه تقول له طب ومين من الثلاثه اللي هيبقى عليه بوزيتيف تشارجز؟ برافو انت برضه صح دماغكم هنا قال فايبريشن ودماغكم هنا قال جلوبال والاثنين صح انتوا معايا ولا لا؟ قلب تكتبوا عليه لا قالوا من العكس بقى قلب من عليه نيجاتيف شارجز ربنا خلقه ايه؟ عليه ايه؟ نيجاتيف شارجز طبعا السؤال بقى اللي انا كنت طالبه جامدين قوي الحته دي ليكم هقولها هي عليكم في سنه ثانيه يعني في ثانيه طب بس هقول معلومه هتفرق معانا النهارده هو ليه ربنا خلق القلب منه بالذات عليه نيجاتيف عشان هي ابزوربشن في الاوزموتيك بريشر هو بيعمل اوزموتيك بريشر انت قلت الوظيفه كلامك صح 100% طب ليه نيجاتيف؟ برضه ليه؟ هقول لكم ليه بصوا ركزوا معايا هو القلب من ده سؤال ببساطه انت عايز تفقده في اليورين ولا عايز تحافظ عليه؟ احافظ عليه احافظ عليه انه يعمل ايه؟ ابزوربشن يا جماعه هو اللي بيرجع اوزموتيك بريشر زياده للكبد بيمنع الانزيمة الكلام ده بيمنع حلو عارفين الكدني مش الكدني دي فيها فلتريشن هي بتفلتر البلازما هتاخد ثانيه الكدني فيها ثلاث طبقات يعني المصفى بتاعت الكدني فيها كام طبقه؟ ثلاثه الطبقه الوسطانيه بتاعت الكدني عليها نيجاتيف تشارج بالظبط يجي القلب هيعدي القلب ده في البلازما يجي عايز ينزل على الطبقه دي يعني عشان يفلتر ينزل من المصدر ربنا يمنعه نيجاتيف بنيجاتيف تناقض يحصل ريبالشن ممنوع يا الجمن افقدك في اليورين طب ده اسال سؤال طب امتى افقدك يا الجمن؟ هنا الفكره صح لو كيدني سليمه ولا باظت؟ باظت هي الفكره القصه دي في منتهى الخطوره طالب تاني عجبني بس انا ليه حبيت اقولها؟ كتاب الاسم عندكم كاتبها بطريقه ثانيه يقول لك الالبيومين بيقل في الرينال فيلير مكتوبه في الكتاب بس الناس ما بتبقاش فاهمه ايه العلاقه؟ العلاقه ببساطه تاني الكدني فيها طبق فيها ممبرين عليه نيجاتيف ايه؟ شارج والالبيومين عليه نيجاتيف شارج تيجي نتقابل مع بعض هتقول لي طب يا دكتور وليه بيتقابلوا؟ لان كده كده البلازما مش القلب في البلازما لازم يتفلتر لان في معلومه هتعرفوها بعدين انتوا عارفين البلازما بتاعتنا كام لتر؟ 3 لتر تقريبا عارفين بتتصفى وتتنقى كم مره في اليوم عظمه ربنا 60 مره 60 مره 3 لتر 3 في 60 يعني كام؟ 180 لتر يعني ال 3 لتر بلازما يا جماعه تلف وتروح على الكدني 30 مره في اليوم ببلاش ببلاش ليه بتقول ببلاش؟ الناس اللي عندهم فشل عارفين الكلام ايه؟ اه بيروحوا بيعملوا غسيل انت بتسمعوا الكلام ده بيغسل مرتين في الاسبوع والغسيل بتاعه خالي جدا
جدا. شوف ربنا عظمه خلاك تغسل 60 مرة ببلاش في اليوم ببلاش، فاهم قصدي؟ وفي كل مرة بيحافظ لك على القلب، أنا بتكلم بجد، كل مرة بيحافظ لك على مين؟ على القلب. طب هنسأله بقى السؤال المهم، نرجع لموضوعنا. دكتور البوزيتيف بيعمل ايه في النيجاتيف؟ يجمعهم بالعقل، كل ما جمع أكتر هيعملوا ايه في اليوم؟ سندوتش أرض، ينزلوا أكتر، يترسبوا أكتر. قالوا طيب، وكل ما يترسبوا هيجي الديزيز أسرع، كل ما ترسبه اسرع البلازما اللي فيه تصفى ولا لا تزيد؟ كل ما الارجنتين ينزل اكتر يا جماعه، كل ما طول البلازما اللي فوق بيزيد، صح ولا لا؟ يبقى يعني ايه فكره التضخيم؟ فكره سيدمنتيشن. تعال نكتب بقى جمله واحده، وين بوزيتيف شارج بروتينز انكريز، انكريز سيدمنتيشن اكبر ايه؟ انكريز. انت هنا بقى ايه دورك؟ عارفين دورتم النهارده ايه في العمل دي؟ في التجربه دي؟ انك انت هتقيس طول الريد سيل ولا طول البلازما؟ طول البلازما. طول البلازما. يا جماعه مش كل ده الدم ده لونه احمر ولا لا؟ انا سبت تشوف عارفين لمده قد ايه عشان تترسب؟ ساعة. ساعة. صح. عارفين المعلومه دي ولا لا؟ مش احنا شرحنا سيدمنتيشن؟ عايزكم تكتبوا كلمه تحت السيدمنتيشن لو تبقى فاكرها. We need this tube for one hour. بس اكلمكم بصراحه، طبعا انتوا استكشافكم 10 وشويه. التيوب دي اساسا جاهزه من الساعه 7 ونص. يعني المفروض من ساله كتير. يعني يا جماعه من ساله فوق الثلاث ساعات. وعقبال ما تيجي نقراها قربت من الثلاث ساعات دي. انتوا معايا؟ في الامتحان ما بيحصلش الكلام ده. بيحصل ايه؟ من جايب لك التيوب دي. انت دورك تسال الدكتور سؤال، ركزوا معايا. لا يا جماعه هسال حضرتك دي مثاله قد ايه؟ هتقولي ليه السؤال ده مهم بقى؟ الساعه الاولى مش انا هحسبها ساعه 8 مليون مش دي التب تنزل ولا ارد عليك بس ويبقى في دول مين؟ لازم لو انا سبتها ساعه ثانيه يا ترى سرعه الترسيب تزيد ولا تقل؟ تقل تفضل زي ما هي تزيد ولا تقل؟ تقل يا دكتور سرعه التصفيق تقل صح ما تديش خلاص كلهم ده من اول اور كنت 8 8 والثاني اور 16 لا ما انا هفهمك بقى ثاني اور جت فين لا 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 هو انا هقول له فكر احمد ايه لا فكر احمد بص يا جماعه هو عامل ايه انت جاي دلوقتي يعني بعد ما تخلص بص يا جماعه الفكره ماشيه ازاي؟ الفكره ماشيه ازاي؟ لو انا جبت التيوب دي ساعه ركزوا معايا جبتها كام؟ ساعه وبعد ساعه لقيت البلازما خمس شرف مش انا بقيس طول البلازما ولا لا؟ ايوه طب عارفين بقيس من فوق مش هي منزله فوق بقيس طول البلازما هنقول الكلام ده هتشوفوه دلوقتي عنه لو انا لقيت البلازما خمس شرف جيت بعد ساعه ثانيه لقيتهم بقوا سبعه ايه ده؟ سبعة من البداية، انتوا معايا سبعة منين؟ سبعة من البداية، انتوا فاهميني؟ يعني أنا سبتها ساعة بقيت كام؟ خمسة من خمس شرع. سبعة بير أول يعني كاتبها كليت مش مليليتر. اه ده دي غلط 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 احنا نحاول نصلحها. يا جماعة هي الفكرة فين؟ الفكرة إن أنا عندي خمسة أنا عندي خمسة في الساعة الأولى. سبتها ساعة تانية لقيتها سبعة، الساعة التانية دي لوحدها هي بقت بقى كام؟ 2 مليمتر، يا جماعة أنتوا فاهميني ولا لأ؟ يبقى أنا عايزكم تكتبوا بقى الجملة دي، اكتبوها يا جماعة معايا، إن السيمنتيشن إن ذا سكند أور إز ليس ذان ذا فيرست أور. اكسبايتر ده دي حاجة طبيعية هي أساس أنا اشتغلت فازو ده انفرنس ازاي انفرنس اكسبكتابيلتي عندها مش فين الدم سبلاي هي اساس على نسبه الشارج بلاش تستنى كده ما دام عليها نسبه الشارج واقع ليست يبقى انا سهل جدا اوصل للفايبر بص يا جماعه اكتبوا بقى معايا الجمله اللي الاساتذه بيقولوها سيدمنتيشن ان ذا سكند اور از ذيس ذان ان ذا فيرست اور عندنا استاذ في قسم عندنا مشهور قوي بيدي محاضرات دلوقتي دكتور شكري معرفش سمعتوا عنه ولا لا دكتور شكري من اشهر وافضل
الدكاتره يعني طبعا كل الدكاتره كويسين. دكتور شكري رائع كان كاتب في كتابه زمان لما كان رئيس قسم جمله جميله عايزه معلش بقى تقول عشان لو دخلت شفوي على فكره الفسيولوجي بينتقل بالذهب بكلام يعني الكلمه الثاوي ده شوف كان ايه بقى الفيلوسفي اوف ستيمنتيشن از نوت لينير مش ماشي على نفس الخط مش ريت واحد انتوا معايا ولا لا؟ It is not linear philosophy جمل فعلا لما تسمعها من الدكاتره الكبار تحس ان الكلام ده بجد يا جماعه ما بينجملش ولا يعني حل الموضوع الموضوع اساسا حلو الفيلوسفي is not linear ما تسويش على فكره ماده حلوه جدا ماده تعتمد على الفهم والناس تحبها لما بتفهمها وتقراها قوي لما بتفهمهاش اناتومي مبني على الحفظ هم طبعا بيتكلموا في اناتومي يقول لك ايه؟ يقول لك بص ده تخيل تخيل ان انت ماشي كده وعدى من دي والمفهومات مر فوق دي وادي المصل وادي يعني عارف هو وصلت للجغرافيا لكن الفيسيولوجي على فكره الكلام كله يقنعك يا ما اقنعكش يعني كله بيكذب لك مش مرسوك وكله فيسيولوجي ايوه دي الحقيقه يا جماعه والله العظيم فدي الحقيقه ايوه انا بعيد انا بص حضر بس احنا بنقول الحقيقه هي دي الحقيقه بصوا بقى ركزوا معانا هي دي الحقيقه ايوه هو تقدر تبقى دكتور الام مشرحه ولا ستيشن هو ليه خد 100 جنيه في عشان ماشي في ماشي طب ارنب ليه؟ طب هو ليه سموها ارنب؟ لا مش للدرجه دي انت كل يا جماعه ما تشتغلش مع بعض هي قصه مبنيه على ايه؟ مبنيه انا وريني كويس حفاظ جدا انه بيعتمد على فكره حفاظه بسكيمه معينه ده قصدي برسمه حلوه واحنا غلط الفيسيولوجي ما فيهوش الحته دي انت قاعد كل دقيقه بتسال ليه؟ وما تقدرش تتدحى لو كلامي مش عارفه ليه؟ يا ليه يا ثالث؟ انت يا قاعد يا ليه؟ يا ثالث ما عندكش ثالث يا اما في الاخر تقتنع وتقول لنا كده يا جماعه في اسمه هو فيلوسفي اوف سيديمنتيشن از نوت لينير طب اسال بقى السؤال اللي جاي ركزوا بقى معايا هو احمد او احمدين ما كلكم احمدين قلتوا الالم بيقل يا جماعه في الرينال فيلر ركزوا معايا ممكن يقل حاجه ثانيه اكتبوا بقى وين الم ديكريز الليفر ديزيز الليفر ديزيز و... بصوا بقى ركزوا معايا قلب بيقل في حالتين تعالوا نشرح الرينا اللي احنا فهمناها قلنا رينا كبيره وقلنا عليها مختلف قلنا بجريس ليفر ديزيز ليه؟ عشان بنسمعها هناك صح يجي بقى شوف انت قلت القلب والقلب يسالك سؤال خبز يا ابني القلب ولا بيقل يحصل ايه في الجروب؟ بس مفيش هزيد قلب نومي يزيد ولا لا؟ يزيد يزيد ليه؟ عشان مفيش قلب نومي هو كان عليها مش عارف يزيد بريناتيف ولا مش بريناتيف؟ صح ده اللي انا عايز اقوله عشان عندي قلب من جلوبين ولا لا؟ لو القلب والقلب بالعكس الباقيين ايه؟ يزيد يزيد طب يا دكتور يزيدوا ازاي وهم طالعين من الليبر؟ انا شكله من اندوستيريال سيستم عايزين يكتبوا الكلام ده لو حد عارف خلاص يعني فاهم الفكره؟ انه طالع من الاسئله اخطاء محرجه ليه؟ اذا كان المصنع واحد والمصنع الليبر باظ ازاي المصنع يبوظ على واحد والتانيين شغالين؟ اكيد انا عندي البديل. طب اسال بقى حاجه بصوا اللي جايه دي بتتقال عندكم في الكتاب في سطرين والناس ما بتاخدش بالهم منها. ايه جي ريشيو؟ اكتبوا جنبها ام سي كيو. امتحان نص السنه اللي فاتت، والله الجهل ده. امتحان نص السنه اللي فاتت واحنا بنراقب على الطلبه واحنا بنراقب بنشوف اسئله السؤال ده جابته ازاي بقى الدكتوره فاتن قالت لهم كده ايه جي ريشيو ديكريزس ان وان اوف ذا فولوينج يعني عايز اشوف امتى يقل الاي جي ريشيو طبعا امتى يقل بالعقل لو قال من ايه اول كولومن حلو امتى الكولومن يزيد صح انفلاميشن قول بقى اللي انت عارفه ده ايه اي التهاب اي عدوى يبقى صح كل الكلام ده صح يبقى انت تكون محضر نفسك او الكولومن يزيد امتى تاني حساسيه ممكن يزيد في حاجه مزمنه يعني كلمه مزمن كرونيك انفكشن كرونيك يعني انا قاعد سنين بمشكله كرونيك يعني انت بقالك شهور وسنين عندك
مشكلة في جسمك سمعت عن مرض السل بنسميه بقى ايه؟ تيوبر لوز بالظبط برافو عليكم زي ما سمعتكم ايه؟ تي بي ده اختصار على فكرة وبنحقق في الامتحان تكتب الاختصار ده مش اختصار ده مش احنا مألفين ده اختصار عالمي مرض السل طب يا دكتور فهمنا هو مرض السل ده التي عبارة عن ايه؟ كورونيك انفكشن سببه بكتيريا عارفين البكتيريا؟ يس قعد شهور وسنين تبوظ في الرئة بتاعة العيان تبوظ في اللنج شهور وسنين عمالة تاكل في اللنج طبعا كل ما يكون في حاجة غريبة جوه جسمك مش ده أنت شيء بتضطر أنت عشان تدافع عن نفسك تطلع عليها إيه؟ جلوبلين كتيرة فدايما الجلوبلين تطلع في الكورونيك انفكشن يا جماعه فكره الايشي ليش طب حاول حاجه وارجع لسؤالك في بقى نقطه اصلا نقطتين والقصه دي انتهت النقطه بقى انا عايزها هو السيديمنتيشن بالنسبه للميل للرجاله اعلى ولا الفيميلز؟ بمعنى لو جبت راجل سحبت منه عينه دم وحطيت عليها سترين وحطيتها هنا لمده ساعه سبتها لمده ساعه ان شاء الله هقرا طول البلازما هقرا طول ده هقرا الريسس بتترسب فبقرا السرعه الترسيب بتاع مين تمام البلازما نسميها يا ترى الفيلين تكون اعلى في الساعه الاولى ولا الميل يكون اعلى منين؟ الفيلين اعلى الفيلين اعلى صح ليه؟ عشان صح. اكيد اكيد يا اما يكون عندها جلوبلين اكتر و... لا الفكره ببساطه عادي صح عدد الريد بلاد سيل في الجينين ايه؟ اقل يبقى انت محتاج لها بلازما بروتين اقل عشان ارسطها هقول تاني عدد الريد بلاد سيل في الجينين مش هي 3.5 مليون في ناس بتقول 3 4 مليون ما دام العدد اقل البلازما بروتين اللي هترسط ريد بلاد سيل قليله هترسبها اسرع ولا لما يكون ريد سيل عددها كتير نرسبها اسرع؟ لما تكون قليله لان الريد سيل يا جماعه في الجينات اقل كل ما تكون اقل عارفين يحصل ايه؟ ادي ايديا هي الريد سيل تكون اقل يلا جمع نزل جمع نزل رصد طب ما هي نفس الفكره في اللي احنا لسه قايلينها مش احنا قلنا ان هو في الاول بيبقى مثلا كل ساعه مثلا يعمل يقل ينادي يعني يترصد مثلا 10 صح الساعه الثانيه يقل ايوه ايوه انا فاهم سؤالك يا احمد عارف انا قصدي على ايه؟ قصدي في الساعه الاولى انا فاهم سؤالك اللي هي المفروض اسرع فينا كلنا سواء راجل او ست بتكلم على الساعه الاولى دي مين بقى اسرع فينا هي ولا احنا ايوه انتوا فهمتوا فهمتوا يا جماعه سؤال احمد احمد بيسال سؤال حلو جدا يا جماعه سيبكم بلاد حلوه بيقول لي ايه والله البنات والله يا جماعه بتكلم بجد يقول لي طب ما الساعه الثانيه ما الثانيه يا دكتور مش شايف صح قلت له ايوه هتقل انا بتكلم على الساعه الاولى الاولى اللي هي فينا كلنا مش الساعه الاولى اي ترسيب عاليه ولا لا؟ عاليه اتفقنا طب لو جبنا راجل وست في الساعه الاولى مين بقى اسرع؟ ستة الست اعلى الرقم يتحفظ لازم نعرف بص بقى في ميل كام؟ من 6 ل 10 ده دكتور في ميل ولا مين؟ الساعه الثانيه ما حصلتش لا الجلوبلي ممكن يقل الجلوبلي بقى ممكن يقل ده ايه؟ لو عندك كلمه ده ايه؟ هايبو هايبو مش كده في اي حته كده دي بقى بس فاكر انها بس اشهر حاجه بصوا بقى يا جماعه ركزوا معايا الكمين من كام؟ من 6 ل 10 بصوا اليونت مهمه جدا الوحده ملي ميتر لان في ساعات طلبه يحاول يبقى اذكياء على اساسها يا ابني السرعه كام حضرتك ملي ام اي ان ال اي ملي ده ايه ده؟ دي كلمه دي ايه ده وراك ده؟ ليتر ولا ميتر؟ ما انت مش هتتذاكى عليا يا هتقول لي ليتر يا هتقول لي ميتر لا اقول له ميتر يا جماعه دي مسافه بير ايه؟ في الاول وعلى فكره في العمل بتفرق معاهم الحته دي ليه؟ اللي هقول لك في العمل غلطه الطلبه ايه؟ يا ابني دي قد ايه؟ فانت بتقرا طول اللازمه انت هتشوفوها النهارده يقول لك طيب قول لي اليونت تقول مثلا 20 مثلا يعني مليمتر بير اور فيتنفذ عليك ومين اللي قال لك
انها تتسابق ساعه مش ممكن تتوقف في ساعه يبقى الاول اعمل ايه في العمل دي لازم اسال الدكتور اولا حضرتك بتسابق قد ايه هيقول لك بتسابق ساعه اساله تاني يعني بتسابق ساعه لا اتاكد بقى اتاكد في المنتهى الاحترام بتسابق ساعه هيقول لك بتسابق ساعه عشان بص كتير طول قلناش مين قال لك ما انت قايلها مرتين لو طلعت لا بص بقى لو هو قال لك لا السؤال بيجي ازاي بقى بص السؤال بيجي كده طب يا ابني لو سيبناها ساعه كمان نحسبها ازاي؟ هل ادفع الساعه الاولى زائد الثانيه على اثنين واخد ادفع ولا في اختلاف في النصر؟ يبقى انا ما ينفعش الافريج اخد الساعه الاولى زي ما سمعت احمد كان بيسال خمسه والثانيه عارفين اثنين قول خمسة زائد اتنين على اتنين كده ما قلناها لا المفروض انت بتاخد الافرج ريدنج بتاع التانية يعني مش انا قلت سبتها ساعتين طلعوا كام؟ سبعة الأولى لوحدها كام؟ يبقى التانية كام؟ اتنين كده قلنا سبعة من البداية يبقى أنا لما أجي أقول لك احسب لي افرج تقول لي خمسة الساعة الأولى صح؟ زائد نصف قراية الساعة التانية على اتنين هي بلاش تفسير غير ان في ايرور الفيلوسيتي مختلفه يا احمد الفيلوسيتي بتاع السيمنتيشن مختلفه ما اقدرش اخد الساعه الثانيه كلها على بعض واجمعها على الساعه الاولى تلاقي سرعه النزول سرعه تعزيز فمضطر الى متوسط الساعه الثانيه لوحدها زائد الساعه الاولى على اثنين عالي قوي في الثاني ساعة يعني ثاني ساعة سبتشوف بعد كده تمام دكتور هو مش معنى ان احنا سمعنا الثاني يعني معنى كده ان الفلوس في الثاني ساعة ونص لا انت عارف انا هو السؤال احنا عارف انا ليه قلت نص قراية الساعة الثانية؟ لان هما لما جابوا الساعة الثانية لوحدها لقوا في النص ساعة الأولى بتاعتها كانت لسه عالية زيها زي مين؟ الساعة الأولانية والنص ساعة الثانية الكلالة بتاعتها لقوها انها يعني بالظبط يعني مش الساعه الثانيه بتمشي نفس السرعه اقل او اه سمعتوا معايا ولا سرعه الترسيب مختلفه حتى لو السرعه في الاولى زي الثانيه ما تيجي ناخد متوسط انا خسران ايه؟ هتبقى قريت صح لا في اختلاف مش شرط يا جماعه بيسال الخمسه دي ثابته مش شرط ده مثلا عندي طب ما هو دلوقتي في ميل 16 ال 16 ده رينج يعني ممكن تبقى 6 تبقى 5 تبقى 7 ال 100 بيبقى من 3 ل 5 ده بالنسبه لك خلاص يعني ايه يا عم يعني انت لو جاب لك عيان لو جاب لك عيان الدم هنا مثلا سيبناها لمده ساعه لقينا 10 بالمية لا انت هنا ايه دي اكيد في 100 ولو حتى 100 هتقولي طب ما هو 100 اعلى شويه من 100 من 3 ل 5 بس مش لدرجه ان هو نورمال يا جماعه الحته عايز اقولها قبل ما تسالوني عارفين الابنورمال بقى لو اعلى من كام اكتبوا 30 30 ايه 30 ملي متر في الساعه الغير طبيعي الغير طبيعي لو سرعه الترسيب ده بقى السؤال بتاعك اعلى من كام من 30 هتساله بقى السؤال اللي جاي اللي هي الساعه الاولى ريدنج ذا فيرست اور بلس هاف السكند اور على كله على اثنين ليه بقى؟ لان الساعه الثانيه متقسمه نصين النص الساعه الاولى لسه بنفس سرعه الساعه الاولانيه والنص الساعه الثانيه بتاعتها بقت بطيئه فاهم قصدي معانا؟ الساعه الاولى بس نص الساعه الاولى من الساعه الثانيه على اثنين بصوا يا جماعه السؤال اللي منكم بيسال سؤال حلو اعرف منين افرض انا سبتها ساعه لقيت 10 قال لي دي في ميل قلت له ما ممكن يبقى ميل بس اعلى شويه يا جماعه 5 ل 10 مش اعلى قوي في حاجه اسمها فيسيولوجيكال انكريز يعني ايه فيسيولوجيكال هاي نورمال هاي نورمال يعني انا ممكن انت الطبيعي كام من 3 ل 5 هي 10 افرض لقيتك 15 واكل مسترويد 20 25 انت ما زلت نورمال بس هاي نورمال تيجي بقى نقول اخر حاجتين بقى في السكشن وهنمشي كلنا امتى يا جماعه يبقى فيسيولوجيكال انكريز اوف سيدي افتر اكسرسايز ايوه ليه بقى كل واحد هيكون حاجه هتقول
قبل بصوا بقى العنوان بتاعته عشان الناس ما تتوهش. احنا مشينا ازاي؟ اتكلمنا على تيوب بالتفاصيل ومتدرجه ازاي واسمها ايه والبلاد واندي كوالي. خلصنا من دي. اتكلمنا على طريقه السيدمنتيشن واتكلمنا على الالبيوم ليه عليه نيجاتيف شارج وامتى يقل يعني ايه جي ريشي وازاي يحصل سيدمنتيشن والنورمال مين والنورمال في مين عشان الناس ما تبقاش مستغربه. اخر نقطتين بقى عندنا في السكشن فيسيولوجيكال انكريز اوف اي اس او. هم اربع احتمالات مطلوبين في كل حته. اول احتمال فيهم سهل قوي قوي فريجنسي. بس قبل ما اقول فكره الحمد عايز اسال سؤال قبل ما اقول اربع احتمالات. الناس اللي قاعده تسال سؤال دكتور الاربع احتمالات وفكرتهم ايه قبل ما نبتدي؟ انا عشان الاي اس ار يزيد لازم الافايبرينجي والجلوبلين يزيد. يبقى انا هدور على حالات طبيعيه يزيد فيها الفايبرينجي ويزيد فيها الجلوبلين. عايز من الحالتين دول على فكره في الفينيز. منستريشن كمان. بالظبط وهنقول نمسك واحده واحده. انت عايز الفايبرينجي يزيد؟ اه لانه شايل بوزيتيف شارجز. هو الفايبرينجي بيعمل تحول لفايبر ويعمل كلوتنج. الدم بيتجمد طبيعي لو انت نزفت دم كتير. طبعا مش احنا الفيميلز بتنزل دم كتير في دوره شهريه يبقى هنكتب دم الفايبريشن بين قوسين منستريشن. والكلام ده هتعرفوه في سنه ثانيه هتاخدوا حاجه اسمها ريبرودكشن اللي هو الدورات التناسليه بالنسبه للديل والفيميل عارفينها من سنه. بيقولوا دايما ان البلد اللي نازل من الفيميل does not clot يعني لا ما بيجلطش لان ربنا حط فيه ماده معينه تمنع تجلطه. تمام؟ انا قلنا افترض بقى انها نزفت اكتر من العادي لازم يطلع لها مين؟ فايبرينج. طب اذا كان مش فيسيولوجي ولا ايه؟ لا هي ليها رينج حتى لو نزلت شويه زياده عارف هي يعني مش معموله بالملي يعني المفروض ايه بتنزل 30 ملي زادت شويه شغاله كده يا جماعه. في اي صوره بصوا بقى رقم اثنين انت عايز الجلوبولين يا جماعه يزيد. طب يزيد وايه فيسيولوجيكال؟ يزيد امتى؟ انفكشن. لا فيسيولوجيكال الحمل بريجنسي. ليه بقى فكره الحمل؟ هرمون. المعروف انتوا بتاخدوا دلوقتي وايد سبسنس من حضرتك ولا خلصتوها؟ بناخد. اه في يا جماعه حاجه اسمها المناعه اللي انت موجود بيها عارفين انيت يعني ايه انيت؟ انا اه باسل انا خدت من امي جلوبولينز عارفين عن طريق بلاسنتا انا ايوه بالظبط الاي جي جي انا خدت منها جلوبولينز ليه؟ عشان تديني مناعه اميونيتي ادافع عن نفسي ضد اي انفكشن. شيء طبيعي لو سحبت عين الدم من الست الحامل هتلاقي فيها جلوبولين كتير. طيب يبقى سرعه الترسيب ايه؟ هتزيد اعلى يبقى تقول ده في البريجنس صح. رقم ثلاثه بقى رقم ثلاثه احمد قال اكسرسايز. لو واحد بيجري وهو بيجري او يعني اثناء الجري انت سحبت منه عين الدم وبعد الجري بشويه يا ترى ليه ميز صار بيزيد؟ ده حاجه احنا خدناها ولا حاجه؟ لا دي معلومه عامه حد عارفها؟ انا في 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 اصل اصل الفايبرينوجين بيعمل ايه يا جماعه في البريشر؟ في الايه؟ في البلد بريشر بتزوده بتزوده ده اللي انا عايزه. اه انا عايز البلد بريشر انا عايز ازود الضغط وانا باجري ولا لا؟ ازوده ليه؟ عشان ادي بلد فلو لكل التيشن. طب يا دكتور ايه فكره الفايبرينوجين دي؟ خدتوها في النظري في فانكشنز اوف بلازما روتينز في الجلاس. فاكرين الكلام ده عن الفيسكوزيتي والحوار ده؟ طبعا ده مش موضوع نقوله النهارده ليه تيتوريال لوحده عشان الدنيا ما تنفعش مننا. يبقى تالت حاجه اكسرسايز ونفس الفكره الايتنج يا جماعه بعد الاكل. لان بعد الاكل على فكره في معلومه هتعرفوها في الترم الثاني القلب بيضخ دم كتير للجي اي تي فين الجهاز الهضمي. وفي معلومه هتعرفوها غريبه قوي الجهاز الهضمي بيستقبل ربع الدم اللي القلب بيضخه. القلب بيضخ كام لتر؟ خمسه خمسه ونص خمسه لتر يا جماعه دول انجلست يعني في العادي خمسه لتر ممكن ربعهم تقريبا يوصل لمين؟
للسي ار تي. طب ما هو القلب بيضخ ايه؟ مش بيضخ الدم العادي البلازما؟ طب ما البلازما دي تشمل كمان جواها على ايه؟ بلازما بروتينز يا جماعه، يبقى من ضمن المحتويات. يبقى انت عندك ايتنج اكسرسايز فينا كلنا صح، ميل او فيميل، بس اول اثنين دول فيميل فيتامينز. ناقص لنا بقى حته اخيره نحسب بيها في الصال، وتيجوا تتفرجوا ازاي بقى ايه بنحسبها، لان دي عليكم مش تعملوها، هتشوفها وخلاص. اخر حاجه، هل الاختبار ده مهم؟ لا. الامبورتنس بتاعه؟ لا مش مهم. مهم ولا مش مهم؟ بالظبط. هل هو بيشخص حاله؟ لا. ليه؟ بصوا، جلوبرين تزيد، تزيد في ايه؟ انفكشن، انفلاميشن، اه ولا لا؟ اي حاله غريبه تدخل جوه جسمي تعتبر انتيجين، لازم يطلع عليها انتي بودي، اللي هي الاي جي جي زي ما قال جلوبرين. يعني هي بتطلع في اي حاله، يعني انت مش متخصص. عارفين يعني ايه فكره التخصص؟ فكره التخصص ببساطه ان انا اعمل تحليل معين يبين لي المرض ده. عارفين حاجه زي بالظبط كده ايه؟ انت مفتش فباحث عايز تتهم واحد بعينه، اه الاتهام ده منطبق على ده، خلاص تلبس، حاجه بتاعتك. احنا هنا بقى احنا دكاتره، هقول لكم ايه اللي بيحصل وهفهمكم الفكره. انا دكتور في عيادتي جالي عيان بيقول لي يا دكتور انا عندنا كحه بقالي شهرين ثلاثه، وناس في مصر مجددين قوي في السوق، وكحتي انا ده بساله، الكحه بتاعتك عاديه؟ ولا ايه مواصفاتها؟ في كحه يا جماعه بتطلع بلغم، وكحه بتجيب دم. دكتور انا بكح وبطلع دم، دم مع الكحه. بصوا بقى، ركزوا بقى معايا، ومش بس كده، وشهيتي للاكل كانت قليله جدا جدا، وكنت وهو بخس. وتساله السؤال، طبعا انت شكيت ان المرض ايه؟ سوبر كلوز، مرض السل. هتساله السؤال الحاسم بقى، لا هو اشرح حاجه في الحته دي، انت كح دم هو دي بي. انت الاول لازم تنفي الدي بي عشان تقول كده. يا جماعه بصوا، زميلكم بيقول ايه؟ ممكن يبقى عنده سرطان او عنده اي حاجه، قلت له احنا في الطب ماشيين ازاي؟ عارفين واحد اثنين ثلاثه، اشهر حاجه ايه؟ مرض السرطان. قايلين اول لو نفيته يبقى حاجه ثانيه. بصوا بساله السؤال الحاسم، اقول له انت ساكن فين؟ يا جماعه الكلام ده بجد مش هزار. يقول لي انا ساكن في المنطقه الفلانيه، منطقه مثلا عشوائيه او منطقه عاديه جدا، وانا سبعه معايا انا وامي وعيلتي، يعني الدنيا صعبه، الدنيا صعبه قوي. طيب هو بالوضع ده يبقى اكيد النيوتريشن التغذيه قليله، التهويه في الاوضه قليله، ومرض السن بيجي في الظروف دي. انا اعمل ايه بقى في العيال ده؟ اسحب منه عين الدم، انتوا معايا؟ اسحب منه الدم واعمل له اختبار اللي قلنا عليه اللي هو الاستوسايد سيديمنتيشن. الجلوبولين اخبارها ايه في الحاله دي؟ نقطه عاليه، عاليه قوي ولا لا؟ بتحاول تدافع عن الجسم، عندك كرونيك انفكشن. اجي الاقي الصار عارفين عنده كام؟ 100 مليمتر في الساعه الاولى. 100 هو احنا في الطبيعي كان اخرنا كام؟ 10 اخرنا لغايه 30 تجاوزا شغال، يعني بدايه 30 يا جماعه تجاوزا شغال. 100 دي عارف انت كدكتور بتديله ايه؟ يا جماعه علاج السول، عارفين الراس؟ طب انا ما بديتش على 5 6 جنيه، الراس عاديه صب حاجات كده عبيطه، كرات بتكون حاجات قبل، يعني بتدي علاج عبيط قوي. بتقول للعيان ايه بقى؟ خد العلاج ده بانتظام لمده مثلا شهر مرتين او ثلاثه في اليوم. عارفين ده الدكاتره ما بتقول خده كل 8 ساعات 3 مرات في اليوم. بعد ما خدت انت كدكتور عايز تعرف الحاله تتحسن ولا لا، تعمل ايه؟ هتجي لك تاني تقول له بص انا عايزك تعمل لي سرعه ترسيم، تعمل سرعه الترسيم. عارفين الاقي ال 100 دي بقت كام؟ 60 حسن. عارفين يعني بقت 60؟ يعني الجلوبولين اللي كانت بتطلع طبيعي من جسمه قلت ليه؟ اكيد الدواء حل محلها، العلاج جاب نتيجه. طب يا دكتور واحنا هنعرف انه عنده سل ازاي؟ بنعمل له اشعه على الصدر، في الاكس راي على الجلوبولين، تبص على اللب بتاعها هتلاقي الايلكس. عارفين الرئه عندنا شبه المثلث
تاخدوا زورك دلوقتي انا هتلاقوا ان الرئه عندنا في الاناتومي شبه التريانجل بالظبط. هنا الاكس القمه هنا والبيض اهو. هتلاقي البكتيريا اللي عملت السل تحب قوي تدمر الاكس، تدمر الحته دي. تلاقي الحته دي فيها حاجه اسمها الكروز، الحته دي مليانه مش باينه في الاشعه، شكلها غريب. لما انت تبص على الاشعه كدكتور امراض صدريه شفت بقى ايه ده؟ الحاجه دي غريبه. مين اشهر حد يعمل كده؟ تي بي. يبقى اذا دايما يا احمد فايده الاي اس ار ما بيشخصش الحاله، ما انا عارفها من الاكس راي وعارفها من كلام العيان. امال ايه فايده اساسا الموضوع ده؟ حاجه واحده. دي بقى اخر جمله اللي بيحبوا بقى يسمعوها. It is not diagnosis. يعني ايه diagnosis؟ يعني شخص. But prognosis. والسنه اللي فاتت حصل موقف ظريف قوي. في طالب السنه اللي فاتت ده نسي كلمه prognosis. علم حطينا واحد فاكر المقطع الاول وتبقى انت مستني يكملها. يا ابني بتقول له الدكتوره بتقول له في الامتحان ايه فايدته؟ قال لها it is not diagnosis. But ايه؟ قال لها but prognosis. يعني ده بروك كمان؟ طب قولي لي نصك ريحيني. عارفين بروجنوست جاي من كلمه ايه؟ الناس اللي عارفينها انجلش قوي يعني بروجريس. بروجريس يعني متابعه الحاله. الحاله انا بتابعها فيها ايه صعوبه؟ كده يا جماعه بقى تعالوا تعالوا سيبوا حسب معقوله يا ستيفن نشوف بس دي. عايز اوريك شكل تشوف وانا مش ماشي كده. عندنا ساعه ونص عندنا كتير. بصوا بقى فين الزيرو يا جماعه؟ كلكم على فكره تشوفوا فين الزيرو؟ فوق. الزيرو فوق. بصوا اقروا بقى كام شرطه؟ 40 حوالي 40 كام؟ 40 40 بقى مش هي 40؟ فرضنا ان انا بصوا انا في امتحان هسال الدكتور افرض انا دخلت ولقيتها 40 انا ماليش دعوه حضرتك متسابه قد ايه؟ ساعه انت اللي قلت متسابه ساعه يبقى 40 مليمتر بير اور يا ابني ده نورمال؟ لا مش ممكن يبقى نورمال. طب يا دكتور ليه؟ ما ممكن يكونوا سحبوا قدامه من واحد عنده انفكشن عنده انفلاميشن. فاهمين قصدي ايه؟ فيسالك سؤال بقى فيه خبث شويه. طب ممكن ده يكون عنده تي بي؟ التي بي يا جماعه رقم لا, لا. رقم التي بي ثابت 100 يا جماعه رقمه ثابت من الارقام الكلاسيكيه. يعني ايه 100؟ يعني انا هسيبه ساعه هلاقي الجلوبولين زايد زي ما اتفقنا قوي لا يمكن يبقى 40. حتى الاساتذه عندنا يحب ينقي لك رقم يقول لك لو ليه صار 100 تقول له تي بي يقول لك طب لو فوق 100 كانسر زي ما انت قلت او تيومر بقى او اوتو اميون يعني. او حاجه اوتو اميون 40 لو 40 لا 40 هتبقى عايمه انفكشن ايه عارف بقول لك ايه انفكشن كلام عايم ايه انفكشن اي حاجه بقى انفلاميشن هقول 100 يبقى انا قصدي حاجه محدده هم لقوها كده. يا جماعه في اي صعوبه في القصه كده؟ لا هقول لك هو عمره ما هيسيبها لك اكتر من ساعه ما حصلتش. هو بيقول لك متسابه ساعه هتقول له مثلا 40 يقول لك طب افرض سيبناها. هو بيسالك بقى ده سؤال شفوي بينك وبينه سيبناها يا ابني ساعه كمان مش انت قريتها؟ مش انت قريتها 40؟ هيقول لك لو سيبناها ساعه انتوا فاكرين ان الدكتور هيفضل قاعد جنبك ساعة على التجربة دي حاطين ايدينا على خدنا ساعة كمان عشان نشوف ايه اللي يحصل؟ يا جماعة لا العمل بيخلص بسرعة ما بيستناش معاك ساعة. يقول لك طب لو سيبناها ساعة تانية ده سؤال منه هو ايه اللي هيحصل؟ نحسبها ازاي؟ قلت له هياخد نص قراية الساعة التانية زائد الساعة الأولى اللي هي اللي طلعت لي حضرتك قدامك على اتنين. يقول لك طب ليه ما جمعتهمش على بعض على اتنين؟ لأن الفيلوسيتي مش ثابتة نوت لينير خلصت. مش احنا بنخش امتحان الدور فهتتساب اكتر من ساعه كده؟ هي بتتساب بس هو هيكبر هتسيبها زي ما انت عايز يعني هقراها كده وخلاص. هو هيكبر دماغه يقول لك انا متسابه ساعه هيكبر دماغه ليه؟ لان هو ما يقدرش لان على فكره اليونت بتاعتنا يونت عدميه كذا بير اور ما ينفعش اسيبها لك ساعتين وتقول لي بير تو اورز بير اور ونص. يا جماعه انتوا معايا ولا لا؟ لازم تتساب دايما اليونت اقول بالساعه بالحاجه ما اقولش باكتر من حاجه. ما اقدرش اقول بير تو اور كذا لا ما اقدرش اقراها بس لازم يكون مفهمني الاولانيه كام عشان احسبها. انت فاهم قصدي ايه؟ فحته القرايه بتاعت الساعه الثانيه بتتعمل يا جماعه كشفوي. فهمتوا الفكره؟ اسم تيوب دي ايه؟
ويسترن جرين ميثود لان في نقطه انتوا هتشوفوها بعدين في الامتحانات عندنا.